ونقيم هذه الذكرى ونقيم هذا التجمع بفضل دماء الشهداء ولا ننسى تضحياتهم. لذلك نقرأ لهم له الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. كلمة للناطق الرسمي باسم زعماء قبائل العراق وممثل العشائر لدى المراجع الدينية الشيخ أبو محمد القرعاوي القائم بهذا المؤتمر فليتفضل مشكورا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين. قال تعالى في محكم الكتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صدق الله العلي العظيم.